معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بك. ما الأسباب الحقيقية وراء تأخير إعلان الحكومة في لبنان بعد مرور ما يزيد عن 5 أشهر؟ يعني طبعا بالإضافة إلى الأسباب المحلية إن صح التعبير، وهي المرتبطة بالخلاف حول الحصص وحول مسميات الحقائب الوزارية بين عدد من الأحزاب والتيارات اللبنانية، لكن بتقديري أن بشكل رئيسي أن الأسباب الحقيقية هي أسباب إقليمية وخارجية، بمعنى أن كلمة السر الخارجية لم تأتي بعد، وأنه بلبنان لا يزال ينتظر رؤية مدى جدية العقوبات الأمريكية على إيران وإلى ماذا ستؤدي، وهذا يعني أننا ربما ننتظر حتى الشهر تشرين أول المقبل، أو عفوا تشرين ثاني المقبل، حتى نعرف أو سيعرف السياسيين اللبنانيين ما هو الواقع الإقليمي، وعلى أساسه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة. هذا باختصار طبعا، لكن الأسباب كثيرة برأيي، من بينها أن حالة عدم الوضوح المحلي والإقليمي وحالة تراكم الأعراف في تشكيل الحكومة يخلق هذا الطمع الكبير لدى الأطراف اللبنانية في إيجاد حصص لها أكبر ربما من تمثيلها الحقيقي في البرلمان النيابي، وبالتالي أمام هذا التدافع وأمام نظام سياسي متمثل فيما يعرف بالديمقراطية التوافقية أصبح معتادا لدى اللبنانيين أن يروا عملية كل تشكيل حكومة تأخذ أشهر وربما سنوات، لأجل نعم. تشكيل حكومة لا تعيش إلا بضعة أشهر من بعد تشكيلها، وهذا وضع البلد في وضع من الجمود ومن الاعتياد للأسف على نعم. الفراغ السياسي والفراغ، سواء كان في الحكومة أو في البرلمان أو الرئاسي، في كل فترة اللبناني يعيش حالة فراغ طيب، معينة. من هنا كيف تقرأ تصريحات الرئيس عون بالذهاب إلى الأكثرية في إعلان الحكومة متجاوزا اتفاق الطائف وحتى الأعراف السياسية الراسخة في الحياة السياسية في لبنان؟ يعني الرئيس عون يريد بطبيعة الحال الضغط على الأطراف من أجل المضي في تشكيل الحكومة وفق رؤيته، لعدة أسباب. أن هذه هي هو الآن يريد النجاح لوعداته الرئاسية، وعدم تشكيل الحكومة هو جزء أساسي في سبب هذه الفترة الرئاسية التي يرأسها. أيضا الرئيس عون وحزبه التيار الوطني الحر يخططون لأن تكون أيضا الرئاسة المقبلة في يد أحد أعضاء الحزب، ربما في يد صهره، وبالتالي هو يريد مزيدا من السلطة له ولحزبه في هذه الحكومة، ليتمكن من خلال الحقائب الوزارية زيادة شعبيته وزيادة دائرة تحالفاته، لأن يكون هو الحزب الذي يسمي دائما الرئيس في لبنان. وبالتالي الرئيس عون له طموحاته السياسية، هذه تصطدم بطموحات آخرين أبرزهم الحزب المسيحي السامي في البلاد، وهو حزب القوات اللبنانية، وأيضا هو حزب صاعد في هذه الفترة وتمكن من تحقيق نسبة جيدة في الانتخابات الأخيرة، يريد أيضا أن يكسبها في الشارع. الأخطر من ذلك أن الرئيس عون له أطماع في أن يحصل تمثيل في طوائف أخرى، تحديدا في الطائفة الدرزية، وأيضا الطوائف الأخرى لديها أطماع في أن يكون لها تمثيل مسيحي مثلا، وبالتالي على المستويات المحلية هناك نوع من مياع في الحدود بين الأحزاب اللبنانية، هناك مياع في هذه الحدود، كل شخص يريد أن يثبت لنفسه الحصة الأكبر، لكن تبقى هذه برأيي أن هي يعني نوع من الاحتكاكات ومحاولة تكبير الحصص في انتظار كلمة السر الإقليمية والدولية، طيب، والتي لن تتضح برأيي قبل بيان جدية العقوبات على إيران. إذن ما تأثير التحول إلى الأكثرية النيابية في تكوين هذه الحكومة؟ ما تأثيرها في الداخل اللبناني وفي التوازنات الإقليمية كما ذكرت؟ حكومة أكثرية بتقديري لن تمر في لبنان، من الصعب جدا أن تمر، ولا تستطيع هذه الحكومة في حال لو حصلت بعيدا عن وجود كتل الرابع عشر من إطار فيها، تحديدا مثل حزب القوات أو الرئيس سعد الحريري تيار المستقبل، لن تكون هذه الحكومة بغطاء لا عربي ولا دولي، تحديدا غطاء غربي أمريكي أوروبي، ولا غطاء عربي سعودي إماراتي أو حتى مصري، وبالتالي ستكون أمام أزمة كبيرة جدا. لبنان لا يتحمل فعلا أن تديره حكومة من حلفاء النظام السوري وحلفاء إيران، وبالتالي هي برأيي أنه تهديد كلامي من الرئيس عون، ولا يمكن الذهاب به، وهو أكثر من يدرك أنه غير قادر على إدارة البلد بعيدا عن الرضا العربي إن صح التعبير، وإضافة والأهم من ذلك الرضا الأمريكي الأوروبي.
بعد كل ما حدث، ما آفاق الحل إذن للخروج من محاولات الهيمنة الإيرانية على المشهد السياسي اللبناني؟ وهل تعتقد أن الحريري أخطأ عندما قرر إنهاء الفراغ النيابي؟ يعني مسألة إن كان أخطأ أم لم يخطئ، نحن الآن أصبحنا أمام أمر واقع. الحريري وضع التحدي أمام في أو وضع الكرة في ملعب عون عندما أتى به رئيسا إلى الجمهورية. الرئيس عون الآن هو مطالب فعلا بإيجاد توازن حقيقي في البلد، يبعد إيران، يبعد لبنان عفوا عن سياسة المحاور الإقليمية. حتى الآن المؤشرات هو مع يستطيع حزب الآن، الله. أصبح رئيس، نعم، هو الآن هو لا يعني ليس مهمته أن يقاتل حزب الله، وإنما مهمته الذهاب بالقرار السياسي اللبناني وفق رؤية الرئيس سعد الحريري طبعا، الذهاب بالنظام السياسي اللبناني بعيدا عن هيمنة حزب الله. اليوم لبنان أمام تحديات كبيرة وأمام تحديات بعقوبات، هناك تهديدات أمريكية بعقوبات ربما تطال الرئيس عون شخصيا، وبالتالي هناك ضغط غربي أمريكي تحديدا على لبنان، وهناك أيضا ضغط خليجي على لبنان من أجل نوع من التغير السياسي. حزب الله نفسه عليه كمية ضغوط كبيرة، وبتقديري أن حزب الله ليس في أفضل أحواله في لبنان، بالعكس هو ربما مستعجل على تشكيل الحكومة أكثر من غيره، لأنه مدرك أن طبيعة الظروف الحالية واضح. والعقوبات الأمريكية المتزايدة عليه يعني تفرض عليه ربما الاحتماء وراء حكومة يكون جزء منها. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرحمن صلاح الدين من إسطنبول كاتب الصحفي.